ناس صلاح حبوش ملك فرزاتي نازحة صلي شي 9 سنين ونازحين مخيم وادي عباس وعندي أولاد بنت كبيرة 4 بنات يعني توم وبنتين بيعلقوا لي سيرون وأنا حملة صعبة بضل 6 أشهر وبعد 6 أشهر حتى يعني قليل أروح على دكتورة يعني إنه معاينة سبب هيك إنه الواحد ما بيكون عنده يعني روح أكتر شيء بيصير معي مثل يعني بتسمم إيه بيصير تسمم يعني وهالاستفراغ شفتي رحت يمكن مرة أو مرتين معاملة كتير كويسة يعني من فوت استقبالهم كويس وكتير كويس والله الحمد لله يعني والله كتير كويس من فوت الواحد بفوت بيكون خايف بس هنن يعني بيقووك كتير يعني بيعطوك القوة ومعاملتهم كويسة الحمد لله عمر بنتي هلق رح يصير 4 سنين الكبيرة الأصغر 2 سنين هلا خدور يعني لسه ما طبقوا شهر التوم هلا خدور يعني كبروا يعني أشهر الحافظات يا دوب ندبرن يعني وهلا خدور يعني أكتر شيء إنه بعزة الحليب أوقات يعني ما الواحد بيضطر بيجيب حليب إنه عادي بيساوي بيرضعون إياه والله أنا فتت يعني صرت أبكي يعني من فتت قوتني ومعي حماتي وبنت عمي إنه مرت عمي تخلى إنه كتير خايفين عليها وهي مرة صار معها اختلاج قالت لها إن شاء الله ما بصير شيء وهالبنت كأنه بنتنا إيه معاملتهم كانت كثير كويسة وهي نصحتني أروح على مشفى الإيمان يعني ما كان إلها شهر هلق ما صار لها شهر ولداني بنصحهم إنه يعني مشفى كثير كويس يعني الشعور وقت إجر الأطفال شعور يعني هيك الواحد بيحس فيه يعني شعور الأمومة يعني شيء تاني هذا واحد بيكون بوجع كبير بينسى همه كلياته بس وعندي طفلي يعني ولدتها والتاني ظلت شي ساعة لولدتها كان لاف حبل السرعة رقبتها تعذبت شوي يعني انه لا حتى ولدتها بس الحمد لله طلعت بعيناي كويسة والحمد لله اكثر صعوبة بتمر فيها المرة الحاملة يعني الصعوبة انه بكون ما عندها قدرة تروح على دكتورة خاصة يعني انه تراقب حملة بيروح الواحد على المشافى اللي يعني اللي ببلاش والمجانية هاي بنروح عليها اكثر شيء. Human Appeals Al-Iman Hospital in Idlib, Syria is the only free maternity and children's hospital of its kind in the area. Every month, our trained medical teams perform around 12,000 procedures. Only thanks to your mercy does this continue to serve 100,000 patients a year, who without it would receive no care whatsoever. We also provide a mobile clinic to reach those who can't reach the hospital. Help us to continue to do more for those who need your mercy most. Human Appeal makes the most of your mercy.